بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع درس تمييز العدد قواعده وإعرابه، سنتعرف في هذا الدرس على أنواع تمييز العدد، وهي 3 قواعد، ونتعرف على نماذج من الإعراب لتمييز العدد. تابعوا الشريط إلى نهايته. تمييز العدد: القاعدة الأولى مع الأعداد من 3 إلى 10. لنتأمل هذه الجمل: شاهد 3 مسرحيات، حضر 5 مدعوين، سجل اللاعب 8 أهداف، في المدرسة 10 موظفين. مسرحيات هي التمييز، مدعوين تمييز، أهداف تمييز، موظفين تمييز، وبطبيعة الحال الأعداد 3 و5 و8 و10 هي عبارة عن مميز. نلاحظ جيدا أن هذه الكلمات مسرحيات، مدعوين، أهداف، موظفين جاءت كلها جمعا مجرورا بالإضافة. مسرحيات جاء تمييز مجرور بالإضافة، مدعوين تمييز مجرور بالإضافة، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. أهداف تمييز مجرور بالإضافة، وموظفين تمييز مجرور بالإضافة، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. مسرحيات وأهداف جاءت علامة جرهما هي تنوين الكسر. إذن القاعدة تقول: يكون التمييز جمعا مجرورا مع الأعداد من 3 إلى 10. كل الأعداد محصورة ما بين من 3 إلى 10 يأتي تمييز بعدها جمعا مجرورا. القاعدة الثانية: الأعداد من 11 إلى 99. لنقرأ الجملة التالية: شارك في الحفل 11 عازفا، نال الفائز 15 جائزة، في المدينة 26 حيا، توجد 70 قرية في البلد. إذن عازفا، جائزة، حيا، قرية هي التمييز، والأعداد 11، 15، 26، 70 هي المميز. نلاحظ جيدا أن التمييز في الجمل ككل جاء مفردا منصوبا. إذن القاعدة تقول: يكون التمييز مفردا منصوبا مع الأعداد من 11 إلى 99. إذن نعرب عازفا وجائزة وحيا وقرية كلها تعرب تمييزا منصوبا، وعلامة نصبه تنوين الفتح. القاعدة الثالثة: مع 100 ومضاعفاتها، أي 100، 1000، مليون، ومليار. لنقرأ الجملة التالية: حضر الحفلة 100 شخص، تدرس 100 فتاة في المدرسة الابتدائية، في الحظيرة 1000 خروف. شخص، فتاة، خروف هي التمييز، والمميز هو 100 و1000. إذا نلاحظ أن شخص وفتاة وخروف كل هذه الكلمات جاءت مفردة، وهي مفردة مجرورة. إذن يكون التمييز مع 100 ومضاعفاتها مفردا مجرورا. القاعدة تقول: يكون التمييز مفردا مجرورا مع الأعداد من 100 ومضاعفاتها،
وهي المئة والألف والمليون والمليار. لنطبق القاعدة. أولاً، أتمم ملء الجدول التالي: الجمل المميز نوعه، التمييز حكمه. إذا الجمل، الجملة الأولى: قرأت خمس قصص. سعر الكتاب 20 درهما. في بلدي 100 حديقة. تضم السلسلة 19 حلقة. في القصر 76 غرفة. في المكتبة 1000 مجلد. إذا نستخرج المميز ونوعه والتمييز وحكمه من كل جملة. الجملة الأولى: المميز هو 5 5، ونوعه هو عدد، عبارة عن عدد. التمييز هو قصص، حكمه جمع مجرور بالإضافة. الجملة الثانية: المميز هو 20، نوعه عدد، وتمييز درهما، حكمه جاء مفردا منصوبا. الجملة الثالثة: المميز هو 100، نوعه عبارة عن عدد، والتمييز هو حديقة، حكمه مفرد مجرور. الجملة الرابعة: المميز هو 19، نوعه عدد، التمييز حلقة، حكمه مفرد منصوب. الجملة الخامسة: المميز هو 76، نوعه عدد، تمييز غرفة، حكمه مفرد منصوب. الجملة الأخيرة: المميز هو 1000، ونوعه عدد، التمييز مجلد، حكمه مفرد مجرور. ثانيا، أتمم بتمييز مناسب مع الشكل. الجمل: نجحت 12، نجح 12، حضر 20، رأيت 61، صعد 10 طائرة، في الصندوق 100 ذهبا، تابع المباراة 1000، وسلمت على 5. إذا المطلوب هو أن نتمم كل جملة بتمييز مناسب مع الشكل ومع تطبيق القواعد التي رأينا. تذكير بالقواعد: مع الأعداد من 3 إلى 10 يكون تمييز جمعا مجرورا، ومن 11 إلى 99 يكون التمييز مفردا منصوبا، ومع 100 ومضاعفاتها يكون التمييز مفردا مجرورا. إذا نجحت 12، إذا هنا العدد محصور ما بين 11 و99، فالتمييز الذي سنحصل عليه هو مفرد منصوب. إذا نقول: نجحت 12 طالبة، أو فتاة، أو تلميذة، أو مهندسة، أو طبيبة. نجح 12 طالبا، مهندسا، تلميذا. حضر 20، نفس الشيء، التمييز سيكون مفردا منصوبا. حضر 20 شخصا، أو حضر 20 رجلا، حضر 20 معلما. رأيت 61 طائرا، صعد 10. إذن 10 هنا العدد محصور ما بين 3 و10، فالتمييز يكون جمعا مجرورا. صعد 10 ركاب طائرة، في الصندوق 100. إذن هنا العدد مع 100 ومضاعفاتها سيكون التمييز مفردا مجرورا. في الصندوق 100 كيس ذهبا. تابع المباراة 1000 متفرج ومتفرجة، سلمت على 5 موظفين، العدد 5،
محصور ما بين 3 و10، إذن فالتمييز يكون جمعا مجرورا. وموظفين هنا جاء جمعا مجرورا للياء لأنه جمع مذكر سالم مع نماذج من الإعراب. أعرب: نجح 11 طالبا، يحضر 5 موظفين، زرت 100 بلد. نجح فعل ماض مبني على الفتح. 11 اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع الفاعل. طالبا تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. يحضر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 5 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. موظفين تمييز مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. زرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. التاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل. 100 مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. بلد تمييز مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره. وهكذا انتهى درسنا اليوم، وهو درس مبسط شرحه. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.